حالات تحدث عندما يتمكن أو يمكن في بعض الأحيان ما يقدر الشخص يسمع بشكل جيد، يتمكن سماع محادثة عادية للأشخاص أو غيره، بحيث يواجه صعوبة في تمييز بعض الأصوات وعدم القدرة على فك رموز نهايات الكلمات، ويكون أيضاً سماع الناس من حوله في شوية جهد لأنه ما يقدر يسمع. هو يمكن هذه الأشياء أو هذا المرض يسمى ضعف السمع. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع عبر الهاتف مع الدكتور عماد الأتاسي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة. صباحك ورد يا دكتور. صباح النور يا أحلى ست مروة، أحلى وسهلا. صباحك ورد وسعادة. بداية يعني دكتور، كان عندنا الحين تقرير عن الكتب وغيرها، ولكن ظهرت العديد من الكتب المسموعة والتي تساعد أكثر على التشجيع على القراءة، ولكن في أشخاص عندهم ضعف سمع أيضا. ما هي يعني مشكلة ضعف السمع بالضبط؟ ضعف السمع هو له أسباب عديدة، في أسباب لها العلاقة يعني بالأمور الوراثية، في أمور تحصل أثناء بعد أثناء الولادة أو أثناء الحمل قبلها أو أثناء الولادة، أو في أشياء تتطور بعد كده، وفي أشياء بتكون بعد فترة البلوغ ناتجة عن التهابات أو تغيرات بالعضيمات السمعية أو التعرض ل ضجيج من كان مزمن أو حاد، ضجيج موسيقي أو ضجيج بآلات الآلات الصناعية أو أي شيء من هذا القبيل. نعم. طيب دكتور، في أطفال يولدون يعني من الولادة عندهم ضعف سمع، صحيح؟ ما هي الأسباب؟ الأسباب ممكن تكون وراثية رقم واحد. رقم اثنين ممكن يكون في مشكلة صارت أثناء الحمل، إنه الوالدة أخذت أدوية ممكن تأثر على العصب السمعي، أو أخذت الحصبة الألمانية تؤدي ممكن تصيب عصب السمع تبع الطفل. وفي أشياء ممكن تحت نقص الأكسجين أثناء الولادة، هذا ممكن تؤدي إلى ضعف سمع عند الأطفال. طيب دكتور، هل للأطفال مثلا اللي يسمعون في المنازل صوت عالي من الممكن أن يؤدي أيضا لضعف السمع؟ كنا نسمع ونحن صغار أن لا تسمعون أشياء بصوت عالي يؤدي إلى ضعف السمع، هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح، حسب درجة الارتفاع السمع، يعني لما بيكون الأصوات عالية جدا، لأنه نحن مقاس في مقاس اسمه الديسيبل، فحسب الديسيبل إذا كان 20 30 ديسيبل بجوز ما يضر كثير، لكن لما يرتفع كثيرا فممكن يأثر على العصب السمعي مع الوقت. نعم، أيضا يقال دكتور بأن بعض الأحيان إذا سمعنا شيء صوت يعني الأصوات اللي تتكرر أو صوت في بعض الأحيان اللي يعني تردداته عالية في بعض الأحيان، هل من الممكن أيضا أن يؤدي إلى ضعف السمع عند الأطفال والكبار؟ طبعا لا، هو عادة أو في كثير من الحالات بيتأثر الترددات العليا لدى الطفل، نحن عندنا بمنحنى السمع في عندنا ترددات منخفضة وترددات متوسطة وترددات عالية، فلما عادة في الضجيج اللي بيتعرضوا للضجيج تصاب أكثر الترددات العليا. نعم. طيب، لكن في حالات كمان بترد كل الترددات. صحيح. طيب دكتور، شو العامل الوراثي بالنسبة له يعني وتأثيره على ضعف العصب السمعي؟ هل يلعب دور؟ طبعاً، في أشياء وراثية مثل أي شيء ثاني، مثل أي عيب خلقي ثاني، أحدهم العصب ضمور العصب السمعي والصمم، فهذا ممكن يكون موجود متوارث في العائلة من الأب مباشرة أو الأم أو الجد أو كذا، هذا بتصير عند بعض الناس، وبالذات على عفوا بالذات على زواج الأقارب يعني. صحيح، ولكن دكتور يعني في بعض الأحيان في أشياء مشتركة بين كبار السن وهو يعني مشكلة ضعف السمع، ما هي الأسباب عند يعني كبار السن خاصة؟ هلا كبار السن الأمور بتغير، إذا ما كان في العوامل الثانية اللي تكلمنا عنها فهي بيكون مثل ما كل بتأثر كل الأعصاب في الجسم تتأثر، تشيخ، تهرم. وبالتالي ممكن تأدي عن بعض الناس، ما كل الناس. صحيح. وبنسب متفاوتة، في ناس بيبقى عندهم ضعف سمع بسيط، في ناس متوسط، في ناس شديد، وهدول بحسب الحالة في درجات معينة اللي بيثبتها التخصيص. نعم. قد تتطلب وضع معين سمعي، يعني سماعة للأذن حتى يقدر يسمع أكثر. دكتور، اللي ذكرته الآن هو أنواع ضعف السمع اللي هو بسيط وضعيف وشديد. بالضبط. بسيط، متوسط، وشديد، وإكستريم يعني متطور. هل هناك خطورة لكل مرحلة يعني للبسيط، المتوسط، والشديد؟
هلا خطوره على الصحه ما في، بس مو الا اذا كان مثلا الواحد ما عم يسمع وعم يعبر الشارع ما عم ينتبه على صوت السيارات او اذا حدا نبهه، هاي من هالناحيه هاي يعني. نعم. اما هو ك ك ك كمرض مرض منفصل عن الامراض الثانيه بمعظم الحالات. صحيح. طيب دكتور، ما تأثير ضعف السمع على الثقة بالنفس، وخاصة يعني عند الأشخاص اللي يعملون في الأداء المهني وفي طبعاً أكيد طبعاً. العلاقات في بعض الأحيان والأصدقاء إذا ما سمعوا يشعرون بأن عدم احترام عدم الرد، صحيح؟ صحيح طبعا، لأنه هاي الأمور إلى عاملين، عامل يتعلق بالمريض نفسه وعامل بالآخرين. المريض نفسه بحس نفسه أنه هو ما عم يقدر يدخل بالمجتمع، ما عم يقدر يسمع كل الكلام. هلا الناس الاخرين ما كلهم يتفهموا هالموقف، ممكن ايام يسيئوا هالشيء او يكون في له نتائج غير جيده على عمل او مهنه الشخص. صحيح. طيب دكتور، اذا كان في مشكله ضعف العصب السمعي ممكن يؤدي الى فقدان السمع، فقدان هذه الحاسه؟ طبعا ممكن، كل شيء بالدنيا درجات، في درجه مثل ما حكينا خفيف، متوسط، شديد، متطور جدا، وصمم كامل ممكن. صحيح. جدا ممكن يكون ثنائي جانب، ممكن يكون احادي جانب. صحيح. طيب دكتور، في العديد من خلينا نقول الاشياء اللي ممكن ببعض الاحيان خاصة بالحواس، تدريب الحواس على استعادتها تدريجيا في حالة يعني حاسة السمع، هل من الممكن تدريجيا إذا كان هناك بعض التدريبات بأن نستعيد السمع أو نقوي عصب السمع ولا لا؟ عادة هل بهالشكل؟ لا ما بتصير. هلا ممكن نحن في شيء اسمه اول شيء بدنا نساعد الطفل او الكبير انه يحط يسمع اكثر عن طريق وضع سماعه مثلا. نعم. لكن بالاضافه لهيك ممكن يكون في شيء اسمه مساعده على الكلام، مساعده على المخاطب، في اخصائيين للنطق فبيساعد الطفل انه على حرف معينه، بس هو هاي اكثر شيء بتستعمل بعد عمليه زرع القوقعه. صحيح. طيب دكتور، شو هي تقنيات العلاج؟ هل في علاج؟ علاج اول شيء علاج دوائي حسب الحاله، اذا كان الحاله واحد صار عنده مثلا من فتره حديثه فقد السمع، ممكن محاوله يجب العلاج بالكورتيزونات والفيتامينات في حالات تتجاوب اذا كانت حديثه المنشا. نعم. اما الاشياء الوراثيه او الاشياء المزمنه لا، ما له غير يا اما السماعه، ممكن فيتامينات لعدم تردي موضوع السمع. نعم. وبعد ممكن فحد يفكر بسماعه، وبالصمم او ما يشبه الصمم ممكن نفكر بزراعه القوقعه. نعم. دكتور، ذكرت الان زراعه القوقعه، هل تقصد عن طريق يعني تدخل جراحي من الممكن ان يطور حاسه يعني السمع او عصب السمع؟ نعم 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 نعم، هو ما هو لا هو هو الحقيقه زراعة القوقعة هي كلمة شوي تختلف عن الواقع. نعم. هي الحقيقة الغرض هو زرع معين سمعي، يعني سماعة أذنية داخلية بتكون قريبة جدا من الأذن الداخلية ومن العصب، مرتبطة مع جهاز ثاني خارجي لحتى تكون تقوي الأصوات اللي بتوصل لجوا. نعم. طيب شو الإجراءات اللي ممكن نحن نتخذها وقاية لتأخير فقدان السمع بشكل كامل عند بعض الأشخاص اللي عندهم هذه المشكلة؟ أول شيء التوقف عن، إذا كانت المشكلة هي تعرض للضجيج فالامتناع عن ذلك. نعم. ثاني شيء إذا كان مثلا ممكن إعطاء فيتامينات، هذه الأشياء اللي ممكن نعملها، تعرض. نعم. أثناء الوحدة الحامل ما تأخذ أدوية سامة للعصب السمعي. صحيح. أدوية معروفة بتعمل إيه، كل هالأشياء ممكن نعملها. طيب دكتور عماد، في بعض الأمراض اللي ممكن يصاب فيها الشخص ولكن تؤدي إلى ضعف السمع المؤقت، ما هي هذه الأمراض اللي تشعر بأن أثناء الفحص بأن ممكن أن تقول له أن أنت ما عندك شيء آخر، ولكن يعني جسمه عطى أوردر بأن فقدان السمع أو يعني قلة السمع المؤقت؟ هاي ممكن أشياء، ممكن تكون أشياء عصبية. عصبية. نعم. انه عدم قدرة الانسان على تفهم الكلام اللي جاي، هاي ممكن تكون مثل ما حكينا نتيجة ضعف سمع او نتيجة عدم توصيل هالشيء، يعني. نعم. الانسان مثل واحد اللي عنده الزهايمر مثلا. نعم. هو في اشياء صارت تغيرات بالخلايا بالدماغ
تؤدي الى عدم تفهم الانسان للوضع اللي حواليه، الوقت او الـ او الـ او الـ او الـ او الـ او المكان او هيك شيء. فنفس الشيء ممكن يصاب العصب مؤقتا انه الانسان ما عم يقدر يفهم. صحيح. طيب دكتور عماد، هل التهاب الأذن من الممكن أن يشعر الشخص أو الفرد بأنه ما يقدر يسمع بشكل صحيح نفس ما كان، يعني مؤقت؟ أيوة طبعا ممكن. هلا ممكن اي شيء ممكن يعمل اشياء الاسباب المؤقته، تراكم الصمغ بالاذن ممكن يعمل ضعف سمع مؤقت، التهاب الاذن الوسطى حاد ممكن يعمل ضعف سمع، انتقاب غشاء الصم بيعمل ضعف سمع، مشكله العظيمات السمعيه بتعمل ضعف سمع، في اشياء عديده، وهي على الاغلب هي قابله للتحسين. نعم. بإجراءات معينة، بدواء، بعمل جراحي صغير أو أكبر أو أكبر حسب الحالة. صحيح. طيب دكتور عماد، الأطفال اللي يسبحون بما أنه فصل صيف الآن، من الممكن أن يدخل الماء للأذن، هل من الممكن أن تسبب أيضا مشاكل للأذن بهذه الحالة، وما هي الطريقة اللي نحمي فيها أطفالنا أثناء السباحة؟ هلا ممكن طبعا الطفل الاطفال اللي بيسبحوا بالذات فتره الصيف ممكن يصير عندهم تراكم صمغ اكثر، ممكن يكون في التهابات بالمجرى السمع او بالاذن الوسطى، بس هاي كلياتها معظم الاطفال ما بيعانوا منها. نعم. إلا في اطفال عندهم السدادات، فيفضل يحطوا السدادات اذنيه وقت السباحه مشان ما يتأدي هذه الالتهابات وبالتالي تأثر على السمع. صحيح. كان مؤقتا أو دائما. صحيح. دكتور، يقال بأن الجزر يقوي النظر، ما في شيء يقوي السمع من الأغذية أو الخضروات أو الفواكه؟ أي يعني هلأ طبعا الغذاء الجيد هو دائما هو المفيد لكل الأعصاب، النظر. نعم. والسمع والحس وكل والذوق وكل شيء. فيعتبر بالنسبة للأعصاب بصورة عامة، إن كان عصب السمع أو غيره، فيتامين بي هو دواء كويس جدا لترميم أو إحياء إعادة إحياء أو للمحافظة على صحة العصب السمعي. نعم. طيب دكتور، ايضا يعني في بعض الاحيان ممكن يكون، بما اننا يعني نحن نتحدث عن الاذن، في بعض الاحيان يسمع الشخص صوت صفير، هل هذا له دلاله على مرض اخر؟ طبعا، ما هو الصفير هذا مرتبط بس باشياء عديده مختلفه، ممكن يكون له سبب خارجي بالاذن الخارجيه، تراكم صمغ او التهاب مؤقت، ممكن. نعم. يكون مترافق مع ضعف السمع للناس اللي بتعرضوا لضجيج. نعم. من هذا بيؤدي الى طنين، هذا نتيجه اصابه بالاذن الداخليه. نعم. طيب دكتور، هل طنين الاذن في بعض الاحيان له علاقه بارتفاع الضغط في الجسم او ارتفاع ضغط الدم في الجسم؟ ايه بشكل غير مباشر، يعني نحن اي شيء مثلا بالواحد ارتفاع الضغط ممكن يؤدي الى مشاكل في الخلايا الدماغيه بما فيها المنطقه الاذن الداخليه. نعم. طيب دكتور، الامهات يتابعوننا عبر شاشه التلفزيون الفجيره وفي هذا الصباح، يا ليت تعطي الام كم نصيحه علشان تحافظ على، يعني اذا عندها طفل يعاني من مشكله او مرض ضعف السمع، بان تعالجه او تحاول انه يعني تكون يعني يد وياه تعالجه او تخفف عنه وتقوي له السمع. نعم. هلا الام ما بتقدر تقوي السمع، الام هي مفروض المتابعه الجيده هي الاساس. يعني لما اقصد من ناحيه يعني الغذاء، من ناحيه انه يوم يسبح الطفل، الاهتمام بهذا الطفل طبعاً كيفيه طبعاً الاهتمام فيه. بالضبط. هلا في امور طبعا الغذاء الجيد هو مفيد للسمع ولغير السمع طبعا اذا الطفل، بس كمان لما بيوصل لمرحله لما بيكون في مشكله، المتابعه والذهاب الى الطبيب لوقت مبكر مهم جدا لعمل الاستقصاءات الضروريه لاكتشاف المرض ومحاولة انه علاجه. صحيح. دكتور عماد، انتشرت مؤخرا في العديد من الصيدليات، اذا شخص، ذكرت الحين بان العديد من الاشخاص ما يسمعون بشكل جيد لان الماده الصمغيه عاليه في الاذن، انتشرت في العديد من الصيدليات شيء قديم نفس لونه ابيض ممكن تشغيله من خلال نار وضعه في الاذن، وانه يشيل جميع الصمغ الموجود داخل الاذن ويؤدي حراره وغيره، هل هذا الموضوع القالب الشمعي داخل الاذن يعالج من هذه المشكلة، أو أن المفروض يتوجه الطفل أو الشخص إلى دكتور مختص؟ وهذا صحيح، لأنه إذا كان استعملنا الطريقة اللي حضرتك تفضلت فيها
ما عاد في داعي للاطباء والمستشفيات، لانه نحن بدنا المهم الفحص الاساس هو الواحد الطبيب يكشف ويشوف ويكتشف اذا في صمغ ولا يكتشف اذا غشاء الطفل سليم، ويكتشف اذا في مشكله ثانيه، اذا في داعي للطفل نعمل له تخطيط او نعمل له اختبارات اعمق من هيك. فهذا الشيء عن طريق الطرق الثانيه ما متوفرة. صحيح دكتور عماد، في بعض الأحيان نسمع اليدات يقولون بأن ما تنظفون آذانكم يعني أو أذنيكم وايد بأعواد القطنية للتنظيف، لأنها ممكن أيضا أن تؤدي لضعف السمع، هل هذا الموضوع صحيح أم لا؟ صح 100%. جداتنا الله يرحمهم كلهم كانوا على حق فعلا. طبعا طبعا صح، لأنه استعمال لأنك أنت لما بتستعمل العيدان من غير ما تشوفي او تشعري شو عم تعملي، ممكن انت تدفعي الصمغ الى الداخل وتؤدي الى تفاقم المشكله. نعم. او ممكن تاذي تجرح الاذن الخارجيه او غشاء الطبل، فلذلك الافضل عدم استخدام العيدان. طب تنظيف الاذن كيف يكون بالشكل الصح اذا ما كانت بالاعواد القطنيه دكتور عماد؟ فقط من الخارج بالمنشفه. نعم. او بالانسجه بالتيشوت، انه الواحد حتى يعمل شيء يخط الاذن مضبوط ويطلع الميه بعد الحمام او السباحه. نعم. هلا اذا بيت المشكله ما تحسنت، في نحن اطباء ان شاء الله موجودين لخدمه الناس. الله يخليكم لنا جميعا، يعطيك الف عافيه دكتور عماد الأتاسي استشاري الانف والاذن والحنجره، كنت ويانا عبر الهاتف، شكرا على هذه النصائح لهذا الصباح. شرفتي، شكرا. يعطيك الف عافيه. شكرا للجميع. يعطيك الف عافيه، نورت صباحنا ويومك سعيد. يومك سعيد.